السلام عليكم. السلام. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ اخوكم بس جار جنبكم في العمارة اللي جنبكم دول. على اذنك بس اقعد جنبي 5 دقايق بس على طول. ربنا يخليك. يا ابني اعمل لي انسول لو سمحت. واستاذنكم بس انا بحب كده اقوم من النوم ادون اللي بيحصل في اليوم معايا، بحب اكتب مذكراتي اليومية. عارفين الجبرتي والشعراء؟ انا احب انزلهم كده بكتب يومياتي. بالليل لما بنام بشغل الكاسيت، اول ما تفزع اكتب الحلم اللي اتكتب على الكاسيت على طول، وبعدين انزلهم هقعد اكتب هذا الكلام انا. ماشي؟ ماشي اتفضل. شكرا. اول ما دخلت الكافي لقيت كافي مستوى يعني مش ولا بد بس يمشي، وحيطانه برضو معموله برضو بالطوب الفرعوني جميله، وجنبي شابين، واحد شكله شيك والتاني كده شكله على الله، وفي بعض الزباين شكلهم تعبان كده على الله، والاخين اللي جنبي ربنا يحفظهم طبعا، واحد بيشرب شاي والتاني برضو بيشرب شاي، ومخلصين السكر خالص. شكله سكر بنجر ده، صح؟ بنجر ولا سكر قصب ده؟ بنجر يا عم، تسيبه يا عم. اللي ينسوني يا ابني عشان ما تنساش. الله يسامحكم، الله يسامحكم. جبرتي والاحمد شوقي والناس الشعراء دول كانوا زي في الاول كده. الاخ اللي جنبي لابس طقم اسود ولابس جينز مقطع زي الشباب التيت وكوتشي ابيض. انا بوصف بس، انا مش قصدي، مش دي الحقيقه، انا بوصف مش اكتر من كده. ماشي يا عم، ما الكافيه يروح يقعد في حته، في حته اوصف. والاخ اللي جنبه برضه لابس تيشيرت ابيض في اسود وكوتشي اسود وانسيال زي العيال برضه اللي هم والله العظيم التيت والشيش والكلام ده. وللاسف قال لي انت عبيط. الاخ لابس تيشيرت ابيض والتاني لابس وعمال يبص لي بصه كده مش تمام. وانا لسه فطران فول وطعميه. ثواني بكتب فول وطعميه من محل امام الكافي، وجايب معايا فول حراتي، وجايب معايا بطعم. انا بكتب ده كله في المذكرات يا استاذ، ده كله في المذكرات. اتفضلوا معانا. برتقان جميل طبعا، لسه شاريه بفلوسي ولازم ادوره في المذكرات بتاعتي. و تعبت ولا ايه؟ مش عارف، ما اعرفش حاجه. اسبوع مش انت مش واكل. خد كل دي. طب سيبوني بكتب بقى المذكرات براحتي. قوم انت يا عم، قوم انت يا باشا. قوم انا مش هقوم، انت اللي تقوم مش هقوم. قوم انت، خد حاسب يا عم. انا قلت مالك يا عم في ايه؟ خد كله فول. لا يا باشا، كله فول كله فول. مش عارف ايه فول انت، اقعد مكانك انت هتضربني. ما تاكله معانا. لا يا باشا انت قوم من هنا. تعال يا باشا شوف لعبه اللي بنلعبها ده. شوف فين يا باشا، فين يا عم؟ هجيلك ان شاء الله باذن الله. قول كده يوم او اثنين ان شاء الله. يوم واثنين ان شاء الله. تمام. تمام. زي ما قلت لك انا امبارح ان شاء الله باذن الله تعالى. زي ما قلت لك امبارح ان شاء الله وباذن الله تعالى. استنى يا ابراهيم اشوف ايه. استنى يا ابراهيم وان شاء الله اشوف ايه. انا بكتب معاك وبردد لك. ليه انت تعرفني؟ لا ما اعرفش سيادتك، بس انا بكتب مذكراتي. مذكراتك عن ايه؟ اليوميه يعني. لحظه يا ابراهيم، لحظه عايزك عليك معايا في ايه؟ شوف ايه حكايته ده. لحظة يا ابراهيم. دقيقة واحدة يا ابراهيم. النهارده يوم كويس ان شاء الله. يوم كويس باذن الله، ان شاء الله يوم كويس باذن الله. اتفضل. حضرتك انا بحب اجي القهوة دي كل يوم واكتب يعني مذكراتي. زي مذكراتك انت ولا مذكرات انا؟ مذكرات انا. تمام.
زي الشعراء كده احمد شوقي الجبرتي، وبحب اعرف كل التفاصيل. حتى وانا نايم بالليل برضو بشغل برضو الكاسيت. لو بشخر بكتب برضو بشخر، لو مش عارف الحلم بكتب الحلم. انت طبيعي؟ اه طبيعي من المجنون. طبيعي ايه؟ ايه اللي اتشخر وايه اللي بكتب مذكرات وايه الكلام ده؟ ما هو ده اللي بيحصل يعني. بيحصل ازاي؟ معلش انا اسف وبعتذر لك معلش. تمام. المهم قعدت دلوقتي لقيت راجل محترم لابس جاكيت بني. تمام. وتيشيرت اسود. ايوه. وبنطلون اسود. ايوه. وبنص اسود. ما شاء الله. اي نعم اتخانق معايا وكان عاوز يمسك فيا. لكن انا يا ما تيجي تشوف الراجل ده ايه يا جماعه، بتعاطفي واحساني ما رضيتش ارد عليه. ده ايه نظامه ده؟ وبيشرب شاي. ايه بيشرب شاي وسكر بنجر تقريبا، او لا سكر قصب. والله والله مزروع فين بقى القصب ده؟ نعم زرعه فين انت؟ ما يعني ما اعرفش ده انا اجيبه. لا كمل 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 بقى. معاهم موبايل ما اعرفش نوعيته ايه. وشكله متنرفز. وسيادتك زعلان ليه؟ وانا قاعد بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت خليك كده معايا، انت والبنجر بتاعك ده مش هينفع، في ايه؟ مساء الخير، معلش انت في زحمه النهارده ممكن اقعد هنا؟ الله يخليك. وبعد ما قمت من النوم مراتي قالت لي اغسل الغسيل، غسلت الغسيل ونشرته، وبعد كده قالت لي هات الفلوس، اتخانقت معاها وسبت لها البيت ونزلت. دخلت الكافيه وانا مش هتشوف في الفلوس. الساعة كانت دلوقتي، الساعة كام معاك حضرتك دلوقتي؟ الساعة كام معاك دلوقتي؟ الساعة 3. دخلت الكافيه قعدت على الترابيزة لأن الكافيه كان زحمة. لا معلش يا أستاذ، بحب أكتب المذكرات بتاعتي، يعني الأحداث اللي أنت عارف الجبرتي تاريخ مصر. أنا زي الجبرتي، أنا بكتب التاريخ المعاصر بتاعي عشان إن شاء الله ما أموت أولادي يفتخروا باللي أنا كنت بكتبه. واحد الكوتش بتاعه قالب المكان والريحة أنا بوصف الحالة إن في كوتشي بتاع واحد فيكم قال لي عندك المفروض تتكلم على مذكراتك أنت مش على مذكراتك. ما أنا بوصف الحالة يا فندم، أنا بوصف الحالة، بوصف كل حاجة أنا شايفها حواليا. خلص واحد فيهم لابس ترنج أزرق قال لي خلص الحالة بتاعتك، وبعد كده حط قدامه كوبايه شاي. طب هو الشاي ده بتاعنا على فكره. مش انت اللي بتتكلم على مراتك يا سيدي، مالنا بمراتك ومالنا ببيتك يا شرب الشاي يعني. يا اخي احنا واحد يا اخي. عم واحد قول لي ما تشربش كده على طول. طب ما انا بقول لك اهو ادوق بس كوبايه الشاي دي عشان انا مصدع. وجيت اشرب كوبايه الشاي منعوني. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه المفروض؟ عايز ايه؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ يا فندم قال لي وانت عايز ايه دلوقتي؟ واحد فيهم اللي هو اللي شكله غلط. مين شكله غلط؟ زحمة خالص. المكان زحمة خالص. مفيش مكان. حد يخش الراجل ده من هنا. يا عم وقال له يا عم حد يحوش المكان ده. حد يقوم اقعد في الترابيزة التانية واكتب اللي انت عايزه. يا عم هدي اعضائك شويتين. ما اعضائي هادية والله، بس اقعد في اي حتة فين. وقال لي اعضائي هادية. وده ينم على ان هو متوتر. تاني قال لي قوم اقعد على ترابيزه ثانيه وانت وبعدين. طيب وبعدين ايه؟ سيبني بس كمل الله يرضى عليك. سيبني بس كمل الله يرضى عليك. مش شايف اي حاجه تمسكني انا هغرقك بيها عشان خاطر. انا بقول لك عشان خاطر. طب اشرب تبقى ميه. بقول لك بعد اذنك. طب اهو اهو اهو. السلام عليكم. معلش الكافيه زحمه هقعد هنا. الله يخليك. الله يخليك. عامل ايه؟ وبعد ما غسلت الغسيل النهارده. انا بتكلم في التليفون حضرتك لو سمحت، لما اخلص ابقى اتكلم براحتك. طيب ما انا هوطي بعد اذنك بس لو سمحت. وبعد ما غسلت الغسيل. ما توطيش كده يا حاج. ايه؟ توطيش كده بكده. طيب حاضر. وبعد ما غسلت الغسيل. طب خليك معايا يا حاج ثواني. غسلت الغسيل ودخلت قعدت في الكافيه، لقيت واحد قاعد بيتكلم مع واحد. الحاج الحاج ده يبقى لك ايه؟ ابويا يا حاج. ابوه. وكان قاعد بيتكلم مع ابوه وشكله منفعل جامد جدا. قعدت وكتبت وظبطت دنيتي. اصل انا بكتب المذكرات بتاعتي يعني. انت مش عارف. الله يخليك يا رب. انا قمت النهارده عندي برد. يا حاج مالك في ايه؟ عندي برد. فمراتي قالت لي انزل اقعد معايا في اي حته ثانيه. فنزلت اقعد في قلب الكافيه علشان عشي. استحبيت من الازاز بعضها برضه. ولابس كوتشي ابيض.
كوتشي ابيض ريحته مش مظبوطه خالص حتى لدرجه وانا عندي زكاه عاشي عندي زكاه شربت يا اخي يبقى هات كوتشي جديد. طب ما اجيب لك معاك وانت قاعد علي بره الجاب اسم واحد. ايوه انا بكلم مع الحاج عشان خاطر في موضوع كده وبعد كده نخلص مذكرتنا مع بعض. ممكن احكي لي الموضوع جايز؟ اقدر احكي لك الموضوع للحاج الاول بعد كده احكوا له. احكوا له ما انا ممكن اقدر اساعدك. طب عشان خاطر بس العمليه سخنه فهخلص الموضوع تاني اكلمك انت. وقال لي العمليه سخنه خالص سخنه ايام الجو وسخنه جامد قوي. ما المكان مكان زحمة مش لاقي حتة تقعد فيها. هذا المكان واسع مفيش أوسع من المكان يا سيدي. خلي ربنا واسع عليك اتكل على الله مقوم من هنا يا أخي. استحبيك دي يا أخي شوية. خل ده لحد دلوقتي لحد دلوقتي قاعد ما اتكلمتش معاه. وقال لي خل ده ظروفك ما تفرد كده عشان ما تحبش تقرا الكتاب. ما تحبش تقرا الكتاب؟ اه وسيبنا. طب بس اكتب يا أخي. اكتب مذكرتك اكتبها بعيد عني يا أخي. خليك معايا يا جدع. ما بخليها خليها مع ربنا. أحسن أحسن يا أخي. خليك معايا بس الله يرضى عليك. اكتب بس المذكرات بتاعتك. ما انتش كاتب حتى كده على الله من هنا. أو اروح فين؟ هو موجود في حته ثانيه. ده انا حسيت انت راجل طيب. الله يكرمك الله يسترك وانت احسن من الكل. بروح يا حاج. ايه عمل جايب اخبار عنده ولا ايه؟ يا عم انا معاك يا عم. معانا ربنا اتكل على الله. يا عم انت بتنرفز تضرب عليك. هتنرفز يا سيدي براحتك. طب ما تمدش ايدك عليا يا جدع. الله يسترك. ايه ده انت عمالك في ايه؟ انت بتضرب ليه؟ ايه ده يا جدع؟ ايه بتضرب ليه؟ ايه ده يا جدع؟ انا بقول لك اهو. ايه ده؟ بتكلم مين يا حاج؟ مش مشكلتك. وقال لي مش مشكلتك وده سؤال جرح نفسي واثر عليا وهقول له انت ما تشربش حاجه ليه حاجه يظهر ما معهوش فلوس يشرب وحالته مقشفره والا جاز على اي حاجه. اعرفك بقى اللي انا حاجتي مقشفره. ما انت لو كنت معاك فلوس كنت طلبت حاجه وقعدت حطيتها. انت اول ما دخلت سيادتك قعدت جنب مني صح؟ قلت لي ممكن المكان قلت لك اتفضل صح. دخلت في شيء ما نفسي فيه. انت عايز بالظبط؟ لا اصل انا بكتب المذكرة. انت خلقتني. لا يا حاج انت خلقتني. انا بكتب المذكرة. انت بتتكلم تاني. انت خلقتني. انا بكتب المذكرة بتاعتي. اصل انت بتسال اسئله غريبه. شعر اسود شنب ابيض فلوس. انت مالك انت ومال المشاوير دي؟ مش ملاحظ ان الشعر اسود والشنب ابيض؟ طب انا ودي حاج باين عليه نهار ما. يا حاج طب انت عايز دلوقتي؟ بص انا انت عايز ايه؟ خلص. انا بكتب المذكرة. انت عايز ايه؟ ساعدني ان انا بكتب المذكرات بتاعتي. اتفضل اندب. اندب. وقال لي اندب. يعني ايه اندب؟ معرفش بقى. وقال لي معرفش اندب يعني ايه. ومسك الطرطوقه مسك الترابيز مسك ايه دي دي حاجه ده رقم ده رقم ومسك الرقم اللي كان قاعد عليه وكان رقم 11. عارف ان انا ما بتفائلش برقم 11 ده. لا انك اتفائلت يا اخي. قال لي انت خلقتني وده اسلوب ينم على انه عنده مشاكل في البيت. وكانت المشاكل انا عندي مشاكل في البيت. طالما التوتر اللي انت فيه والحاله العصبيه اللي انت فيها والنظرات ديت طب ايه انا كنت كويس مفيش عندي مشاكل لما جيت قعدت جنب النادي. وقال لي ما عنديش اي مشاكل يعني حالته مرتاحه. شوفوا بقى يا عم من عندي. ابعد عنك ليه؟ يا عم شوفوا لنا حد يشيل التلقيحه ده من هنا. انا مش تلقيحه. امال هو بقى اهو. انا مش تلقيحه. امال انت عايز ايه؟ انا بس عايز اساعدك يا دنيله. انا مش عايزك تساعدني. الله يخرب بيت امي اليوم اللي انا شفتك فيه يا عم. معاك والبرنامج بتاعنا دمه خفيف اسمه اضحك كركر. والكاميرا بتاعتنا بص ورا الباب هناك مستخبيه اهي. اضحك ايه؟ كركر. على فكره يا جماعه دي كاميرا خفيه ومستخبيه هناك اهي. وده برنامج ان شاء الله ينزل قريب اسمه اضحك كركر. وكل سنه وانتم طيبين. واضحك كركر. احنا كنا بنضحك معاك ودي كاميرا خفيه اسمها اضحك كركر. وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا كل سنه وانتم طيبين. بص بقى انا كنت بهزر معاكم والكاميرا مش مخبيه ورا الباب اللي هناك ده. واحنا برنامج اضحك كركر. سامحوني. اضحك ايه؟ كركر. بص يا محمد احنا بنعمل برنامج اسمه الكاميرا ايه؟ خفيه. شايفه هناك اهي مش مخبيه ورا الباب. والبرنامج بتاعنا اسمه ايه؟ اضحك كركر. اسمه ايه؟ اضحك كركر. اضحك